اه لكن اول مره تكلمينا في دكتور مود. ايوه اسعدتيني والله. انا اللي سعيده بسمع صوتك، صوتك طاقه ايجابيه كلته ومرح كده. بشكرك بشكرك بوجودكم بوجودكم والله. واهم حاجه بقى عايزه اقول لك ان الكلمه الحلوه فعلا بتبعث في النفس طاقه ايجابيه تخلي الانسان سعيد كده. معاكي حق معاكي حق، الكلمه الطيبه صدقه. ايوه بالظبط كده مظبوط. ولما بتسمعي كلمة تخبط في ودنك بتحسي بأنها مش خبطت في الودن والله، دي بتخبط في القلب رفقا بقلوبنا. أيوة كل ما تكلمي الإنسان بحب كده وتفاؤل بتبعثي طاقة إيجابية أن الإنسان، بتشجعي على العمل بقى ويبقى سعيد، إنسان مقبل على أي حاجة بقى بسعادة وبنشاط. فالكلمة الطيبة فعلا صدقة، بتبعث في الناس حاجات كبيرة قوي. صح، مهما كان موضوعك اللي بتتكلمي فيه على فكرة، حتى لو موضوع صعب نتكلم فيه، لكن الكلمة الطيبة في كل أنواع الموضوعات مهمة جدا. طبعا ساعات يقولك طب أقول كلمة طيبة إذا كنا احنا مختلفين مع بعض، طب وإيه؟ لا ده ممكن يبقى فيه إنسان في كلته مشاكل وتعبان وكده، ولو قلت له كلام حلو وطبطبت عليه بس بتشيل منه التعب والزهق وتبعثي فيه حاجة حلوة كده في روحه، حاجة حلوة شجعيني في حياة حلوة لسه، يعني استمر، يعني أقبل يعني صحيح لسه يعني الحياة ورا ظهرك شوية وانسى في حاجات حلوة. لسه الحياة ممكنة طول الوقت. أيوة. الحياة ممكنة والكلام ممكن وحوارنا ما يخلصش عند نقطة خلاف، لكن حتى لو الموقف خلص عند نقطة خلاف ممكن نفتح الأمل بحوارنا الجديد اللي هنعمله بعد كده. والله بشكرك جدا يا عبير، أسعدتيني جدا بأنك بتكلمينا الأول مرة. الجميل بقى أن صوت الديك اللي بيدن كوكو كوكو هو فكرني بأن احنا لازم نختم الحلقة، وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام. بشكرك جدا يا عبير، أسعدتينا ونورتينا. شكرا شكرا حبيبتي.